لو قال شخص نذر علي أن أتصدق بمالي كله، فهل يقال له خذ ما يكفيك ويكفي أولادك وتصدق بالكل لأنه نذر طاعة، أم يقال له أخرج الثلث فقط والثلثان لك؟ خلاف بين العلماء. وسبب الخلاف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كعب بن مالك في النبي عليه الصلاة والسلام نذر علي أن أخرج من مالي كله، فقال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك. وأبو لبابة نذر إن تاب الله عز وجل عليه أن يخرج ماله كله، فقال عليه الصلاة والسلام يجزئ عنك الثلث. ومن هنا حصل خلاف بين العلماء، هل يكفي الثلث أم أنه لابد أن يخرج كل المال ويبقي ما يعوله ويعول عياله؟ يمكن أن نقول أنه يجمع بين القولين فنقول يجزئ الثلث، ولكن الأفضل والأكمل أن يخرج ماله كله ولا يبقي منه إلا قدر ما ينفقه على نفسه وعلى أولاده. ومثل النذر للمال كله أن يقول نذر علي ألا أرد سائلا، فكذلك حكمه هل يخرج الثلث أم أنه يخرج ماله ويبقي ما يكفيه ويكفي أولاده. وقال شيخ الإسلام رحمه الله هذا الثلث أو الأكثر من ماله إذا أخرجه لله عز وجل يصرف مصرف الزكاة. لو أنه نذر بمسمى قال نذرت أن أتصدق بعشرة آلاف ريال، وكانت هذه العشرة تعد من ماله الربع، تعد ربع ماله أو ثلث ماله، فنقول أخرج هذا المبلغ. لكن لو كانت هذه العشرة تساوي في ماله النصف، فهل يخرج هذا النصف كله أم يخرج ثلث ماله؟ قولان لأهل العلم. والصحيح أنه يخرج المسمى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل الثلث مجزئا إلا في النذر بالمال كله، أما هذا فقد نذر شيئا معينا فيجب أن يخرجه.